ما زلنا متواصلين في احتفالات نادي الزمالك بالحصول على درع الدوري. دي كان بعض لقاءات لاعبي نادي الزمالك سواء من فندق الإقامة مع أحمد إبراهيم من الملعب مع مهيب عبد الهادي والجمهور مع عمرو مختار من أمام نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك. وكمان هناخد بعض صفقات نادي الزمالك الجديدة، أحمد رفعت لاعب نادي إمبي وأبرز صفقات نادي الزمالك هذا العام ولاعب المنتخب الأولمبي. كابتن أحمد مساء الخير. كابتن ازي حضرتك؟ أخبارك يا كابتن؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله كابتن. تحيات كابتن شاوي غريب، كابتن أحمد حسن، كابتن طارق يحيى. طبعا تحياتي ليهم كلهم، أنا حتى قاعد بتفرج عليكم دلوقتي. الله، أنت في المطار ولا لسه ما طلعتش؟ لا لا لسه في الأوتيل يا كابتن، لسه ما خرجناش. يلا تسافر وتيجي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله، الله يسلمك. سمعنا بكرة إن شاء الله بإذن الله. خلاص يعني موضوع نادي الزمالك في طريقه الانتهاء، لو ما انتهاش إيه الجديد بقى؟ لو ما انتهاش هقعد في إمبي يا كابتن. لو لا يعني لو انا قصدي لو ما كانش انتهى بالفعل، مش قصدي كده، ان شاء الله تروح يعني ان شاء الله باذن الله. هو بس كابتن، هو الموضوع كان فيه شويه حاجات من النادي عندنا، انبي عايزني ابقى موجود ان شاء الله في السنه الجايه، واتكلموا معايا في الموضوع ده، وهم عارفين طبعا ان انا زملكاوي وعايز اروح للزمالك، وانا قلت الكلام ده في اكتر من مره حتى قبل ما نادي الزمالك يعرض عليا. ف انا بتمنى طبعا الموضوع يتم، لكن حضرتك عارف انا من وانا صغير متربي في انبي، والناس دي بتحترمني جدا وبتعاملني بشكل كويس، وانا طبعا بحترمهم طول الوقت، فعايز ان شاء الله الموضوع يمشي بشكل ودي ونتفق على كل حاجه، وان شاء الله الموضوع يتم يعني ان شاء الله باذن الله الموضوع يتم. احمد، هل في عرض غير الزمالك يعني؟ كان في سمعنا برضو الاهلي، ولا انت ابيض ابيض يعني اتجاه؟ والله يا كابتن، والله يا كابتن انا من ساعه ما قلت الزمالك وكل حاجه قفلت يعني، حتى ما كانش حد بيفتح الموضوع عشان كل الناس عارفه ان انا زملكاوي، فعشان كده ما حدش فتح الموضوع. تمام والله، يعني الحقيقه لعيب مؤدب ومهذب يعني، في لعيبه دايما تبقى غاويه، ده انا جاي لي اهلي، ده انا رايح، ده انا جاي، واضح ان انت صفقه في هدوء، ودايما الصفقات الهدوء تبقى ناجحه ان شاء الله يعني. طبعا اتمنى كده ان شاء الله كابتن، ويعني انا شايف انه هي الموضوع مش محتاج يعني، انا دلوقتي من مصلحتي ان انا ابقى موجود في الزمالك، من الزمالك دلوقتي هو بطل الدوري دلوقتي كابتن، ونادي الزمالك يعني انا كمان زملكاوي من صغري، اتمنى طبعا ابقى موجود في الزمالك، هو ده النادي اللي انا بحبه، واعتقد ان انا لما ابقى موجود فيه يعني اكيد هقدر ادي بشكل احسن عشان انا بحب النادي ده. الحاجه الثانيه كابتن انه كمان نادي الزمالك دلوقتي مستقر جدا يعني، اي حاجه كانت بتقلق اي لعيب ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك الفترات اللي قبل كده، موضوع عدم الاستقرار، موضوع يعني فلوسك هتاخدها ولا مش هتاخدها، المواضيع دي كلها اتحلت، عشان كده اكيد اللي بيفصل في الموضوع ده حبك للنادي، لو انت بتحب نادي الزمالك هتبقى موجود، لو انت بتحب نادي الاهلي هتبقى موجود في نادي الاهلي. فانا اوريدي بحب نادي الزمالك وعايز ابقى موجود في نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن طارق يحيى عايز يقول لك كلمتين ولا ربما يخليك تطلع في الاغنيه الجايه. وانا بقيت مدعاه الفنانين انت بقى في نقطه بس. اولا طبعا انا يعني ببارك لك على بصفتك زملكاوي، انت اعلنتها خلاص، ودي والكلام ده يمكن انا سمعته منك من حوالي من شهور يعني في احد البرامج، من سنتين والله يا كابتن بالظبط، انا سمعت من سنتين انت راجل زملكاوي وبتحب نادي الزمالك. بحييك على صراحتك اولا، وبحييك على موقفك ان انت لعيب كويس ولعيب مميز، واعتقد ان نادي الزمالك يا ابني يعني لما ببقى انا سعيد بالكلام اللي انت بتقوله ده، فكر لعيب كوره، وده الكلام اللي انا قلته في بدايه البرنامج، ان السبب الرئيسي في فوز نادي الزمالك السنه دي بهذه البطوله ان نادي الزمالك وفر الجانب المادي بشكل كبير اللي يهم اي لاعب كره قدم، واللي كان بيتفوق فيه النادي الاهلي السنوات الماضيه، والمصداقيه ايضا في الدفع دي مهمه جدا. الكلام ده انت بتاكده دلوقتي من لعيب بقى في الملعب يا سيف، ده الكلام اللي انا قلته. انا بحيك على صراحتك يا احمد، واتمنى لك التوفيق، انت لعيب مميز ولعيب كويس يا ابني، وانت مكسب نادي الزمالك واضافه ليه، لو ربنا كرمك ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه قوي قوي، وان شاء الله هتبقى افضل وافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله يا احمد. احمد معلش سؤال اخير، انت عادك في امبي بقاله قد ايه؟ سنتين. سنتين يعني البديل ان انت لو مش في الزمالك ممكن تبقى موجود في امبي. هو بالظبط كده يا كابتن، هو النادي يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول، انا بحترمهم جدا عشان هم طول الوقت بيحترموني، طول الوقت بيتعاملوا معايا كويس، مش انا بس، كل اللعيبه حضرتك عارف الاداره عندنا في انبي الناس كلها محترمه جدا، فعشان كده انا عايز الموضوع يمشي بشكل ودي. هم اتفقوا معايا قالوا لي احنا لو ما وصلناش لحل مع بعض في التفاوض يعني انك تقعد، خلاص هنحقق لك رغبتك، وانا لحد دلوقتي بتكلم معاهم طول الوقت، وان شاء الله الموضوع يتحقق يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك يا احمد وتروح تيجي بالسلامه، وان شاء الله تكون في الحته اللي انت عايزها، وبشكرك شكرا جزيلا احمد رفعت.